فرانك إزمان دي بي، إذا فرانك إزمان دي بي كيدخل مكان اللاعب عبد الهادي الشاعري. إذا هذا أول تغيير بالنسبة لفريق الفريقان غادي يلعبوا الجولة الثانية بعشرات اللاعبين بعد طرد كل من اللاعب أنور الخلوق في هذه المباراة. غادي توضعوا في الرتبة الأولى في حال التعادل كل فريق سابق ترعرع في مدرسة فريق الرجاء البيضاوي. هذا لاعب الايفواري دي بي، هو لاعب مواليد سنة 1989. المحاولة الآن للفريق الصاعد المغربي دي بي، إبعاد الكرة وكيل كرة أمامية فرانك ديبي ضائعة فينا ممتاز. الكرة الآن في خط وسط الميدان لصالح فريق ستاد المغربي، هدف. خطأ في التموضع الدفاعي وفي متوسط الدفاع اللاعب الايفواري فرانك إزمان دي بي يستغل. سنشاهد المحاولة الآن، يعني خطأ سوء تفاهم خلاو اللاعب الايفواري فرانك إزمان دي بي يسجل. فرانك إزمان دي بي من مواليد شهر 30 دجنبر 1986 ومن أصغر اللاعبين. خطأ في التموضع الدفاعي فادح، خطأ فادح يكلف فريق اتحاد المحمدية